السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه توب جير ماروك. الفيديو ديال هذه النهار هذا غادي نخصوه المراجعه ديال واحد السياره مطلوبه بزاف في السوق المغربيه، نيسان ميكرا. غادي نهضروا على الاهم ما كتميز به هذه السياره، كذلك غادي نطرقوا الملاحظات السلبيه اللي كتسجل عليها. ما غاديش ندخلوا بطبيعه الحال في التفاصيل، ولكن غادي نعطيو بعض النصائح او بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم قبل ما تشريوها. كيف العادة، إذا كنتي أول مرة كتشاهدنا ما تنساش أبونا معنا في لاشين وتفعل زر الجرس باش توصل بكاع الفيديوهات ديال قناة توب جير ماروك. فاصل ونواصل. سيارة نيسان ميكرا اللي تم الانتاج ديالها من طرف الشركة اليابانية نيسان كتهم الفئات اللي كيبغيو السيارات العائلية والصغيرات الحجم، اللي كيأديو المهام ديالهم بشكل اللي هو يومي واعتيادي بجدارة وبكفاءة عالية، كتوفر اكبر قدر من الوقود. كذلك هذا الجيل الجديد ديال الميكرا حظى بنصيب اوفر من حيث المقصورات الداخلية اللي غادي نتكلموا عليها بلاتي شي شوية، واللي تغيرات بشكل كبير واستفدات من تجهيزات الجودة ديالهم كتبقى عالية. بالنسبة للشكل الخارجي ديال السيارة هذه الأخيرة تم التطوير ديالو بشكل جيد، وكاين تشابه كبير بين الصراحة وبين نيسان كاشكاي من حيث الأضواء الأمامية خاصة والكالوندر القدامي ديال السيارة. هاد الأخيرة كتبقى صغيرة الحجم وكتتماشى مع متطلبات العائلة الصغيرة، اللي من المفروض تهز 4 ديال البلايص مع إمكانية تخزين داخلية كتبقى متوسطة الحجم شيئا ما. دونك أول ملاحظة نقدروا نقولوا على هاد السيارة أنها كتبقى أنيقة رشيقة في الطريق، والشكل ديالها كيعطي انطباع بالقوة، مظهر ألافوا رياضي وعائلي في نفس الوقت. أول نقطة غادي نهضرو عليها هي الانتيريور ديال السيارة، واللي كيبقى عملي ومريح، ولكن الحجم الداخلي ديالها ماشي مثالي، كتبقى صغيرة كيف ما قلنا شيئا ما. التصميم الداخلي مرتب، دونك الداخل ديال الانتيريور ديال السيارة زوين، مع المساحات الداخلية كتجاوز بعض السيارات الصغيرة الحجم بحال الفورد فيستا الكليو كات، واللي تا هما تيدخلوا في نفس الفئة ديالها. كوتي ديال الديزاين ديالها السيارة كتميز بتناسق من حيث الأجزاء المستعملة، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات من الداخل، في المجمل ديالها أو الانتيريور ديالها في المجمل ديالو زوين وفي واحد المنظر اللي هو جذاب. بخصوص المساحة الداخلية غاديش نقولوا بأنها كافية، ولكن عموما أكثر من بعض السيارات اللي في نفس الفئة ديالها كيف ما ذكرنا قبيلا. المحرك ديال السيارة، كتوفر نيسان ميكرا على محرك من 4 ديال الأسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة ديال 90 حصان، موصول بناقل حركة من 5 ديال السرعات يدوي، كيبلغ أقوى عزم دوران ديال هاد السيارة هذه 220 نيوتن في المتر، واللي كتخلي السيارة تنطلق من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في ظرف 11.5 سكوند. السرعة القصوى اللي كتوصل ليها هاد السيارة هذه هي سرعة 179 كيلومتر في الساعة. كيتميز المحرك اللي كاين في هاد النيسان ميكرا اللي من صنف 1.5 دي سي اي، واللي كتوفر عليه هاد السيارة هادي بسيلك منخفض ديال الوقود، بحيث ان السيارة كتكونسومي 3.2 لتر في كل 100 كيلومتر بالنسبة لكونسوماسيون ميكست، معدل واعر ومن بين المحركات اللي كيبقاو الاقل استهلاكا للوقود حاليا. المحرك اللي هضرنا عليه هو الخيار الوحيد اللي كتوفروا هذه الفئه هذه عندنا في الاسواق المغربيه، مع اختلاف من حيث لي زوبسيون والتجهيزات فقط. فوالا، من بعد ما هضرنا على السياره بصفه عامه وكذلك المحرك، دابا غادي ندوزو لاهم ما كتميز به هذه السياره هذه، وكيف ما سبق لنا وعودناكم غادي نقوموا كذلك بشرح بعض المفاهيم اللي كتعاود بزاف، اولا بعض المصطلحات اللي كتعاود بزاف كانوا طلبوها مني بزاف ديال الناس، وهذا الفيديو هذا مناسبة باش نهضروا على هاد لي زوبسيون هادو اللي كنذكروهم في الفيديو ديالنا غالبا. نظام الا بي اس، واللي هو من بين عوامل الامان اللي كتميز بهم هاد السياره، واللي كيتصطاد عليه بالانجليزيه اونتي لوك بريكين سيستم او المكابح المانعه للانغلاق. الطريقه ديال العمل ديالها كتعمل هاد المكابح على عدم انغلاق الاطارات بشكل كامل،
اثناء الضغط على المكابح من طرف السائق. يعني ما كي لي فرا ما كيتزيروش كاملين في دقه واحده، ولكن كيكونوا اكثر عمليه او اللي كيديو مهمه احسن ملي كيتم الضغط عليهم بشكل منتظم على شكل مثلا نبضات، كيعطيو تحكم اكثر بالنسبه للسائق في السياره، وكيوفروا ضغط كامل على المكابح. النظام الثاني او الخاصيه الثانيه ديال الامان واللي كتسمى البيئه او البريك اسيست، هاد الخاصيه هادي عندها علاقه بالكالكولاتور ديال السياره، وكتعمل بشكل آلي، كتاخذ بعين الاعتبار دونك لي فريناج اللي كيديرهم السائق، وكتحسب المعدل والقوه ديال هاد الفريناج هادي بيان سور في لاكارت ميموار ديالها الا بغينا نقولوا، او في الكمبيوتر اللي كاين دونك او نيفو ديال الكالكولاتور كيف ما قلنا. من بعد ما كتحسب هاد ما كتاخذ احصائيات ديال عدد الكباحات اللي كيدير السائق، كتخرج او لا كتعمل على اعطاء السياره احسن اداء بالنسبه للفرامل بناء على العدد ديال الكباحات اللي استعملهم السائق في واحد المده معينه. اخر نظام اللي غادي نتكلموا عليه في هاد الانظمه ديال الفرمله هو نظام الاو بي دي، او لا كيف ما كيتطالع عليه بالانجليزيه او الرمز او الرمز ديال الثلاثه احرف، هو الالكترونيك بريك فورس ديستريبيوشن، بمعنى التوزيع الالكتروني لقوه الفرمله. وكتعمل هاد التقنيه على توزيع قوه الفرمله على العجلات بربعه. هاد السيستم هذا كيخلي السياره تحافظ على لا ستابيليتي ديالها، ما كتخرجش على الطريق، الفرامل كيتستخدموا بشكل متوازن بين العجلات بربعه، القوه ديال الضغط كذلك كيكون مفصل او لا كيتفرق على العجلات باربعه، كيمنع السياره من الانزلاق، كتحافظ على الطريق الى غير ذلك. دونك عندها علاقه مباشره مع لا ستابيليتي ديال السياره، وكيبقى نظام اللي هو مهم وضروري خص يكون في السيارات حاليا. دونك اضافه لهاد لي زوبسيون هادو، كاينين بيان سور السياره متوفرين فيها لي زيرباك، فيها نظام الايموبيلايزر اللي من الانظمه المعتمده حاليا واللي من موانع السرقه واللي كيتستعمل في معظم السيارات الحديثه. المهم من حيث تجهيزات السياره كتوفر على بزاف ديال لي زوبسيون واللي كيختلفوا على حسب لا فيرسيون وعلى حسب الثمن. دونك السياره غادي نهضروا عليها بلا شي شويه، فيها 5 ديال النسخ، ما غاديش نلقاو هاد لي زوبسيون في النسخ كاملين، ولكن في العامره معظم هاد لي زوبسيون هادو متواجدين في السياره. الناس اللي باغين معلومات اضافيه على هاد السياره غادي نحاولوا نخليو كيف العاده البطاقه التقنيه ديالها، يمكن لكم تحملوها من صندوق الوصف لتحت. وغادي ندوزو دابا الابرز او الاهم النقاط السلبيه اللي كتعاود على هاد السياره او اللي كتسجل ضد سيارات نيسان ميكرا. من بين ابرز النقاط السلبيه اللي شملات هاد السياره هادي، كاين كيف ما ذكرنا عيب المساحه الداخليه اللي ما كتناسبش طوال القامه او اصحاب القامات الطويله، هذا راجع للحجم ديالها اللي كيبقى صغير بحال باقي السيارات الصغار. التسارع ديال هاد السياره هادي بطيء مقارنه مع بزاف ديال السيارات اللي في الفئه ديالها بحال الفورد فيستا اللي قويه وكتميز بانطلاقه سريعه، كذلك الهيونداي ايفا. المساحه الداخليه قليله، دونك هنايا ما كاينش اختلاف بينها وبين الهاتشباكات الاخرين اللي كاينين حاليا في الاسواق المغربيه. كاين بعض المشاكل اللي كتنضاف للمحرك اللي كيبقى الاداء ديالو ضعيف شويه، وهو نفس المحرك للاشاره، هو نفس المحرك اللي كيتم الاستعمال ديالو من قبل رونو توينغو في الجيل الثالث ديالها. السياره كتفتقر لناقل الحركه الاوتوماتيكي عفوا، واللي ولا اكثر ولا الطلب عليه كبير مقارنه مع ناقل الحركه اليدوي، بحكم انه كيسهل لا كوندويت سيرتو فئه ديال النساء. بزاف كيسولوا على ناقل الحركه الاوتوماتيكي واش كاين في هاد لا فيرسيون ولا ما كاينش. دونك هادي من بين النقط اللي كتسجل سلبيا على هاد السياره. المشاكل اللي ممكن تلقاوهم في هاد السياره كذلك ما غاديش يختلفوا على باقي المشاكل ديال لي موتور دي سي اي، غادي يلقاو شي شويه مشاكل في لافانوجير، بعض المشاكل في التوربو الى غير ذلك، نظرا للجوده ديال الكاربيرون اللي كيتستعمل. مهم موضوع اللي هو طويل ما غاديش ندخلوا في هاد لي ديتاي هادو. عموما كتبقى السياره اقتصاديه، هذه من بين ابرز النقاط اللي كتوفر عليها، والثمن ديالها
ما بعيدش على السيارات اللي هما كيتواجدوا حاليا في الاسواق المغربيه واللي في نفس الفئه ديالها. فوالا الاخوان، كان هذا تقرير مفصل على سيارات نيسان ميكرا بناء على الطلب ديال بزاف المتابعين للقناه اللي كانوا باغيين مراجعه عليها. الا غفلنا شي نقطه نتمنى تخليو لينا في لي كومونتير حوايج اللي ممكن يساعدوا ينورونا او ينوروا هذا التقرير هذا ويفيدوا الناس الاخرين اللي غادي يطلعوا واللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل مع افكار جديده، مراجعات جديده، وحوايج اللي غادي تفيدكم سواء في السياقه او في شراء السيارات. الله يعاونكم وصلاة في راسكم.